مرحبا شباب، الفيديو هذا يخص فد معلومة وصلنا إلها هسه وتأكدت من عندها، فحبيت أنشرها للفائدة للجميع إن شاء الله. وصلنا سؤال من صديق الصفحة يقول: هلا وعلاوي، شلونك؟ بس عندي بلبل أليف العمر سنة وثلاثة أشهر تقريبا، لساناته مو كلش حلوة، أريد أخرجه، إذا أعلق له فيديو يحفظ، لو لا أرجوك رد. أول مرة أسألك. تحياتنا لك صديقي، وتحياتنا إلى كل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، من خلال صفحتنا فيسبوك. صديقي وعزيزي، طبعا هواية كانت تجينا أسئلة من هذا النوع، أنه البلبل، أو احنا هذا الشيء اللي نعرفه دائما، أنه البلبل مجرد أن يكمل صبغ ريشة بعد ما يأخذ أصوات، وهو هذا الصحيح 100%. يعني شلون اللي دماغه يقفل، يعني تستقر اللغات اللي أخذها وبعد ما يستلم. بس أكو فد شغلة وصلنا لها بالجديد، احنا قبل قايليها قلنا بعض البلابل الذكية يبقى كل ما يسمع يستلم. لا، هنا نحب نصحح المعلومة، وهي انه البلابل كلها، حتى الأليفة او الاطوار البرية او الاطوار التخريج، حتى لو عمرها كان اكثر من سنة او سنتين او ثلاثة، ياخذ لغات في حالة، هنا أنا أحب أركز، في حالة التلك أو غيار الريش الموسمي أو تصفية الريش. يعني خاف عندنا متابعين من العرب يتابعونا حتى توصل لهم المعلومة. يعني الطيور هاي حتى لو كان عمرها أكثر من المخاليف، يعني مو بنات الموسم وعمرها كبير، نقدر ننطيها لغات أو تغريدات أو لسانات، يعني حتى توصل المعلومة الكل ويفهمون الموضوع، في حالة التلك وتصفية الريش. يعني اكو غيار ريش موسمي للطيور، طبعا مو كل الطيور تغير ريشها، يعني مو كل سنة مثلا، بس المعروف ايش وقت غيار الريش يصير. غيار الريش يصير وقتين بالسنة للطيور الكبيرة، مو المخاليف. المخاليف احنا منتهي منها، كلها عندها غيار ريش، تذب ريشها الاملح يطلع لها الريش الجديد، احنا نسميه صبغ الريش. الطيور الكبيرة عندها موسميا بالسنة تغير بيه ريش. الموسم الأول بالخريف، يعني استعداد للشتاء، الذب ريشها التعبان ويطلع لها ريش كثيف أكثر وريش جديد يحميها من برد الشتاء، وبالربيع استعدادا للتزاوج، يعني تبدل ريشها حتى الطيور تكون قوية وقادرة على التفريخ وقادرة على زق الأفراخ إلى آخره. بس مو دائما تتلك الطيور، اكو طيور ما تتلك الا نغير مكانها. يعني من نغير مكانها راسا عادي يصير عندها غيار ريش. من راح يصير غيار الريش؟ هنا الطير راح يسكت. من راح يسكت؟ هنا اللي اكتشفته اني واللي جربته وتاكدت منه، حبيت الا اتاكد منه، يلا انشر لكم اياه، ان الطيور الكبيره هاي تاخذ لغات او تحفظ تغريدات او تاخذ لسانات في لما تتلك. هنا الطير راح يسكت. من راح يسكت؟ شلون يعني كانما يعيد نشاطه من جديد، هو لغاته راح تبقى ببطنه نفسها، اساسياته كلها باقيه، بس راح يستلم تغريدات. هنا الطور يستلم التغريدات الاقوى، اللسانات الاقوى منه. بس اكو طرق ان اجيكم بها شلون ننطي اللسانات. الأليف لا، يستلم أي لسان راح يسمعه، لأن هو أليف مستواه مو قوي كلش. مو كل أليف طبعا أليف، أكو أليفات لا مستواها كلش راقي وعالي، بس الأليف يلقف أي لسان راح يسمعه، أو أي تغريدة أو أي صفارة أو أي تلقين بغيار الريش. أما الطور لا، الطور راح يستلم بس اللسانات الصحيحة القوية اللي أقوى من لساناته، اللي إلها الصوت سيطر عليه، راح يستلمه ويحفظه الطور. هنا الحفظ طبعا إلى شروط، يعني تخليه ناجح ويقل نجاحه. شروط شنو اللي ناجح؟ طبعا ذكاء الطير، اكو طيور ذكية كلش انه تلقف اللسانات او التغريدات، وكو طيور لا قليلة الذكاء تلقف بس قليل. شغلة اللخ، طريقة التلقين، اذا كان عندكم بلبل ثاني افضل راح يكون بالتلقين من التسجيل. يعني التلقين هنا راح يصير 100%، راح ياخذ الصوت، وخصوصا اذا فتحت البلبل على البلبل المتلك. يعني هسه مثلا عندنا المتلك اللي دا يبدل بالقفص، نفتح عليه بلبل قوي عنده لسانات حلوه، يوقف فوقه يبروز يطق جناحات،
هذا انطيكم ضمان 1,000,000% انه هذا اللي بالقفص المتلك راح ياخذ شكل لسان هذا الدبه فوقه. هاي عندنا. اما التسجيل ياخذه بس يعني مو ناجح 100% لانه الطير كبير هذا عبر مو مثل الصغار، فياخذه بس قليل. يعني ان شاء الله وصلت المعلومه وان شاء الله تستفادون منها الطريقه صحيحه، يعني اللي مخرج غلط بلبل اليف يحاول يصححها بهاي الطريقه. تحياتنا لكم.